طيب خلصنا من هذا الزمن. طيب نجي الآن لبريزنت كونتينوس، المضارع المستمر. طيب أبغاك تنتبه لي الآن، أقول في الجملة بقول we are studying English now. طيب أولا نشوف القاعدة، عندي أولا السبجكت هذا الفاعل، هذا رقم واحد، بعدين عندي بي فعل مساعد البي is are أو am، بعد ذلك عندي فعل. شلون يا استاذ؟ شلون في فعل وفي فعل بي بعد؟ هنا في زمن المضارع المستمر في الجمله لابد ان تحتوي على فعلا مساعدا وفعلا اساسيا، لكن في شرط. شنو الشرط؟ انك لازم تضيف للفعل ايش؟ اي ان جي، هذا الشرط. إذا هنا في زمن المضارع المستمر كل جملة تحتوي على الفيرب بي الإز والآر والآم وفعل أساسي، لكن وجود شرط أنه إيش تضيف للفعل؟ تضيف للفعل آي إن جي. إذا القاعدة أمامك هنا، قلنا سبجكت بي شفته فيرب وذ آي إن جي إندينج، هذا بريزنت بروجريسيف، هذا هو بريزنت كونتينوس بريزنت بروجريسيف، نفس الشيء هم، لكن مسمين يعني اكثر من مسمى للزمن. طيب الان عندي، شوف طبعا لا تنسى احنا قلنا الاي تاخذ ام، المفرد القائم اللي هي الشيء، الاد تاخذ از، الجمع يو وي ذي تاخذ ار، لا تنساها. لاحظوا وياي، ام باينج كلوز، هي از كارينج ا هيفي باج، هي از ستادينج فيزيكس right now, they are relaxing by the lake now. طيب السؤال الآن، متى يستخدم هذا الزمن، زمن المضارع المستمر؟ طبعا هناك عدة استخدام لهذا الزمن المضارع المستمر، لكن احنا مثل ما ذكرت لكم سابقا ان يعني شرحي مقتصر او يعني على مستوى اختباركم. طيب الاستخدام الأساسي لهذا الزمن to describe an action happening at the moment of speaking، يعني لوصف حدث يحدث الآن، شيء يصير الآن، حدث يحدث الآن. شلون حدث يحدث الآن؟ يعني الآن احنا ايش قاعدين نسوي؟ مو قاعدين ندرس إنجليزي الآن صح؟ فنقول we are studying English now، صح ولا لا؟ طيب واحد يأكل الآن، مثلا واحد اسمه أحمد، نقول أحمد is eating now. إذا من دلالات هذا الزمن ممكن يكون لفظ now بمعنى الآن، وممكن لفظ at the moment أيضا، at the moment يعني هذه اللحظة. طيب الكلمتين هذه تدل على هذا الزمن. طيب ليس شرطا ان يعطيك في الجمله لازم ناو او ات ذا مومنت، يعني بعض الجمل تفهم من السياق، بمعنى اني لو قلت لك listen someone is coming، اسمع واحد جاي، يحتاج اقول لك الان؟ ما يحتاج، مفهومه من السياق. طيب ايضا بعض الاسئله من الممكن ما يعطيك تلميح في للزمن، لكن في الخيارات ما يعطيك إلا قاعدة واحدة صحيحة. شنون؟ أوريك، خلني أوريك. إنزين، إبراهيم didn't get a raise in his salary, so to find another job. الآن ما أعطاني تلميح للزمن صح؟ أعطاني تلميح للزمن؟ ما في تلميح للزمن. معناها إذا ما عطاك تلميح للزمن معناها في الخيارات ما في إلا ترتيب صحيح واحد بس. يعني ينفع أقول trying بدون الفعل المساعد is و are، ينفع؟ ما ينفع، استبعد. ينفع أقول try وهي try كذا مضارع بسيط، مو إحنا قلنا في المضارع البسيط لو كان هي المفروض أضيف للفعل is
صح ولا لا؟ مضيوف للفعل اس هنا؟ لا، اذا استبعدها. ينفع اقول تو تراي صيغه الفول انفينيتيف؟ ما ينفع، بشرحها لاحقا. هذه ما ينفع. اذا كتركيبه جمله صحيحه ما في الا هذه، فاذا اخترنا هذه. اذا ربما يعطيك تلميح للزمن ويعطيك اكثر من قاعده صحيحه في الاختيارات، واحيانا ما يعطيك تلميح للزمن لكن في قاعده واحده صح في الخيارات. يعني شوف لي المثال رقم 16. عبد العزيز اند اياد ان اي ريستورانت ناو. طيب بما انه قال لي ناو يعني الان، طيب اجي ايتس ما يصلح في المضارع ايتس ما شلون جامعهم استبعدها. طيب از وهم جامع ما يصلح استبعدها. طيب مو هذه مضارع بسيط؟ هذه مو مع المضارع البسيط احنا قلنا اذا كان الفاعل جامع، يعني مثلا اثنين ما اضيف للفعل شيء، هذا ما اضفنا له شيء، وهذه مضارع مستمر. يعني معناها اعطاني زمنين صحيحين او تركيبتين صحيحتين في الخيارات. اذا اعطاك قاعدتين صحيحتين في الخيارات فمن المفترض ان لابد ان يعطيك تلميح للزمن في الجمله، بما ان الان موجودنا وشنو هو الزمن اللي استخدمه لوصف حدث يحدث الان؟ المضارع المستمر، صح ولا لا؟ اذا ايهما الاجابه الصحيحه؟ الاجابه الصحيحه سي. حلوين، ايوه بديتوا تميزون الان بين الازمنه، فتنتبه للشغله هذه انه ممكن يعطيك قاعدتين تركيبتين صح، لابد انه يعطيك تلميح للزمن. لو ما اعطاك تلميح للزمن فمعناها ما راح يعطيك تركيبه صحيحه الا واحده. اوكي اخواني؟ طيب اذا احنا قلنا لوصف حدث يحدث الان، من قلت حدث to describe an action إذن لابد أن يكون فعلا حركيا يحدث الآن. طيب أخذ لي المثال هذا، هل أقول I understand you now اللي هي مضارع بسيط؟ هذه مضارع بسيط، مو إحنا قلنا المضارع البسيط subject to verb. أو أقول I am under standing you now اللي هي ايش؟ مضارع مستمر present progressive اللي هي شفها بي وضرب with ing، هذه مضارع مستمر. ايهما الصحيح؟ طيب حلوين، خلنا نراجع المضارع البسيط والمضارع المستمر. أنا هنا في المضارع، أولاً المضارع المستمر قلنا لوصف حدث يحدث الآن، من أقول حدث يحدث الآن لابد أن يكون فعلاً حركياً. أما لو كان فعل حسي مرتبط بالمشاعر والأحاسيس أو الملكية، إيش قلت لك؟ مو أنا قلت لك الاستخدام الثالث من العواطف المشاعر الآراء التي تحدث الآن. طيب هل الفعل understand فعل حركي يعني في حركة ولا فعل حسي؟ حسي. إذن ينفع استخدم المضارع المستمر مع الأفعال الحسية؟ لا ما ينفع، طبعا كلامي على مستوى اختبار. طيب على لأن هذا الاستخدام الأول قلنا لوصف حدث يحدث الآن، إذا لوصف فعل حركي يحدث الآن. طيب نرجع للسؤال الآن، أيهما الإجابة الصحيحة؟ يلا وين الإجابة الصحيحة؟ مو الثاني، الإجابة الصحيحة الأولى. ليش؟ لأنه مو فعل أندرستاند، فعل أندرستاند بمعنى يفهم، هذا فعل حركي ولا حسي؟ فعل حسي، فإحنا قلنا الأفعال الحسية التي تحدث الآن نستخدم معها مضارع بسيط. بتقول لي ليش؟ بقول لك لأن الاستخدام المضارع المستمر قلنا لوصف حدث يحدث الآن، هنا في هذا الاستخدام نشترط حركية الفعل،
طيب الآن الفعل لايك يحب أو يعجب، يعجب الفعل لايك هذا في حسي ولا حركي؟ يحب حسي. يعني إذا أنت تحب شيء، تحب شيء الحين تحبه، تقول I like this، تقول I like مثلا this، أو تقول I'm liking this، تقول I like this صح ولا لا؟ مو أنت تقول I like this وأنت الحين تحبه هالشيء، صح؟ ليش ما استخدمت المضارع المستمر؟ ليش ما قلت I am liking؟ لأنه مو فعل لايك يعتبر فعل حسي. فإذا مع الأفعال الحسية الآن نستخدم مضارع بسيط وليس مستمر، لأن المستمر قلنا لوصف حدث يحدث الآن، في هذا الاستخدام نشترط حركية الفعل. واضحة؟ I feel مثلا نورة، ممتازة أنت يا نورة، واضح أبوي؟ طيب طيب نجي نشوف الآن تكملة القاعدة. بما أن يوجد لدينا فعل مساعد الإز والآر، شلون أنفي؟ خلاص بتقول is not studying right now، are not relaxing by the lake. إذن في النفي بتضيف not بعد الفعل المساعد، not بعد الفعل المساعد. طيب واحد لحد يقول لي هذه الفغل، لا اللي بقى الفعل، لكن احيانا نكتب بسرعه يعني ندخل وخال الفعل. طيب طيب السؤال، مو احنا قلنا في السؤال لابد ان نستخدم فعلا مساعدا قبل الفاعل، صح؟ خلاص الجمله فيها فعل مساعد، فانت شو تسوي؟ He is carrying a heavy bag، بتقول is he carrying a heavy bag. احمد is studying physics right now، بتقول is أحمد study. خلاص، فإذا في السؤال تستخدم الفعل المساعد قبل الفاعل. أحمد is studying physics right now. Yes, he is. No, he is not. طيب والWH question؟ الWH question نفس الـ yes no question تركيبها، اللهم انك بتستخدم الدبل الكويشن ورب قبل الفعل المساعد. الان شوف لاحظ ترى نفس الترتيب هنا، شوف اخو نفس الترتيب، تماما نفس الترتيب، بس استخدمنا وات از احمد، استخدمنا وات قبل الفعل المساعد. بتقولي ليش استخدمت وات؟ لاني انا ذكرت لك ان الوات للاشياء، اللي هو للسؤال عن الاشخاص، الوير للسؤال عن المكان، الوين للسؤال عن الزمان بمعنى متى، الواي للاسباب اذا تسال عن الاسباب، واي از احمد ستادينج، واي از احمد ستادينج، ليش احمد يدرس؟ بيكوز مثلا هي هاز ان اكزام، لان عنده اختبار. اوكي طيب طيب الآن إذا إحنا قلنا عندي فاعل ومن ثم فعلا مساعدا ومن ثم فعلا أساسيا، ولكن لابد إني أضيف للفعل إيش؟ فأضيف للفعل إيش؟ ING. هل هناك قاعدة لإضافة الـ ING؟ نعم نعم. الآن بتكلم عن قاعدة الـ ING، شوف أسجل لك. طبعاً دي أنا شرحها في التأسيسية على ما أظن، قاعدة إضافة الـ ING. أول نقطة، أول نقطة، إذا انتهى الفعل بحرف إي الصامت، الصامت الذي لا ينطق، يعني الذي لا ينطق، الذي لا ينطق، نحذف الإي ونضيف ING. هذا مكتوبة. مثال take، احنا نقول تيكي، ننطق هذه، نقول تيكي، نقول تيك، ما تنطق الإي، فش أسوي؟ أحذفها وأضيف ING. taking، شفت شنون؟ هذه الحالة الأولى، واضح هذه. الحالة الثانية، إذا انتهى الفعل بحرف
ساكن يسبقه حرف متحرك، يعني حرف علة، ها؟ يعني علة، ها؟ أسجلها كذا، حرف علة اللي هو الخمسة، الاي الاي اي او يو. ندبل الحرف الأخير ونضيف اي ان جي. بتقول لي يا أستاذ طيب شنو الحروف الساكنة؟ شوف جميع الحروف تعتبر حروفا ساكنة ما عدا الخمسة اللي هي نسمي الفاول، هذه حروف العلة، وعندنا حرفين سيمي فاول اللي هو الواي والدبل، أما الباقي فكلهم إيش يعتبرون؟ حروف ساكنة. ناخذ مثال الآن، كلمة سوم مو انتهت بأم وقبلها آي حرف علة واحد، صح؟ فالمفترض اني عشان اضيف الاي ان جي شو اسوي؟ اقول سويم، ادبل الام واضيف اي ان جي. شفت دبلت الام. طبعا المفروض ما في مسافه بس انا مع الكتابه، خلني اعيد كتابه، وضفت الاي ان جي. مثال اخر، رن مو انتهت بان وقبلها يو حرف عله واحد، لازم واحد مو اثنين، لازم واحد. شو تصير؟ ران، ادبل الان واضيف اي ان جي، رانينج. ممتاز شهد، ممتاز محمد زكي. طيب ثلاثه ما عدا ذلك، ما عدا ما سبق، يعني ما عدا الحالتين السابقه، نضيف اي ان جي مباشره على الفعل من غير تغيير. ندبل الحرف الأخير. خلني أعدل كلمة الحرف هنا اللي سأل عن رقم اثنين، الحرف، هذه كلمة الحرف. طيب أوكي، يعني الآن كلمة ريد، ريد منتهي بإي، هذه إي صامت، منتهي بحرف إي صامت، لا منتهي بحرف ساكن يسبقها حرف علة واحد، واحد حرف العلة، لا. إذا شو أقول؟ بقول ريدن، خلاص هذه في الآي إن جي مباشرة.